بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هاتان الآيتان الكريمتان نزلتا في الصحابة من الأنصار، كأنه أكو شريحة من صحابة النبي رضوان الله عليهم من الأنصار، هذول كانوا موضع تقدير وثناء القرآن الكريم، مع أنهم عملهم اللي قاموا به يعني صلاة الليل ما كانوا هم ينوهون بها، أخفوها، يعني مو فرد شيء كانوا يظهروهم ما حد يدري بيهم، لكن الله عز وجل أراد تنويها بفضلهم، أراد أن يعلي قدرهم، ينوه بفضلهم، فمدحهم بهذين الأمرين. زين، أولا تعبير القرآن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الهجوع هو نوم الليل، نوم الليل يعبر عنه باللغة هجوع، شيء يقابل الأرق، يعني عدم النوم. كأنه الله عز وجل عندما خلق الإنسان ركز في طبيعته ميل فطري للنوم بالليل، يعني أساس تركيب البدن أن الإنسان نومه اللي معد إليه واللي ينسجم مع فطرته هو نوم الليل، كأن النهار وضعه للسعي، للحركة، للانتشار، للعمل، والليل وضع لأن يستعيد الإنسان ما فقده خلال النهار من طاقة. الطاقة اللي يفقدها خلال النهار أثناء العمل يستعيدها عندما يهجع بالليل، عندما ينام بالليل. يعني هذا الوضع الطبيعي، الله تبارك وتعالى صنف الوقت إلى ليل وإلى نهار. وطبعا أكو مصالح كثيرة في تصنيف الوقت إلى ليل ونهار. أنت تعرف أن معنى الليل يعني غياب الشمس، ومعنى النهار يعني طلوع الشمس. هاي الشمس لو تظل طالعة مستمرة تحترق الأرض إذا على جهة معينة، إذا مواجهة للشمس على طول، لأن هالطاقة الهائلة، هالطاقة اللي تصل إليها من أشعة الشمس طاقة مروعة، فتحرقها للأرض. تنويع الوقت إلى ليل ونهار حتى يمكن الحياة من الاستمرار على سطح الكرة الأرضية، لأنه لو قدر لها أن تستمر ليل خالص يتجمد، تتحول إلى قطعة ثلج. إذا لا نهار خالص الأرض تحرقها للتربة، بعد ما يصير بها قابلية لا للحياة، لا لحياة الإنسان ولا لحياة النبات. طبعا أكو أهداف كثيرة من تنويع الوقت إلى ليل ونهار، وأهمها أن يطي الروح حصتها ويطي الجسد حصته. نبه لي، يعني الجسد إلى حصة هي عبارة عن الراحة، الاستجمام، الروح تريد السعي والحركة والانتشار. زين، في هذا المعنى كأن القرآن الكريم يومينا ضمنا بأنه إحنا وفرنا لكم حاجات الروح وحاجات الجسد، وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا. الليل
تعبير رائع مال لباس الإنسان الواقع يلبس الليل، يعني يضم الليل يهدأ يستقر يهجع. طيب سبب عدم الهجوع شنو؟ أسباب. مثلا واحد يسهر الليل على أساس طلب العلم، يقول الشاعر: ومن رام العلا سهر الليالي. في سهر الليل أحيانا واحد يأخذ حصة من الليل لطلب العلم. كيف؟ شلون يعني؟ يعني أنا أذكر واحد من العلماء سألوه قالوا له: من أستاذك؟ أستاذك اللي علمك منه؟ قال: أستاذي أبو الجعل. أبو الجعل هذا الطائر الأسود اللي يطير. نعم. قالوا: هذا أستاذي. قالوا له: كيف؟ قال: أنا أقعد أغلب مطالعاتي أطالع بالليل، أقرأ بالليل لسبب: النهار دوشة وأطفال وحركة، فأستغل الفرصة، فرصة هدوء الليل، وأقرأ. أكو عندي ضياء، هذا الضياء إلى منارة، إلى قائمة، يعني كأنه هو من بلورة، وهي البلورة ناعمة زجاجة، وعلى رأس الزجاجة موضع يحطون به الشمعة. نعم، اللي نعبر عنه شمعدان من البلور. زين، يقول هذا أبو الجعل اشتم رائحة الزيت اللي موجود بالضياء، فإجا سعى، قام يصعد على هالقائمة هاي مال الضياء، هاي ناعمة صيقلية، كان من يصعد يجلب يوقع، ما بطل المحاولة، يقول: أنا مراقبة. يصعد ويوقع ويصعد ويوقع إلى الفجر، يقول ما بطل أبدا، إلى أن قدر في صعدة من الصعدات أن يوصل إلى الزيت يمتص منه. يقول: هذا علمني الصبر والدأب، أعطاني درس عملي في أن الإنسان إذا أراد شيء وداوم عليه يسويه، ماكو شيء يوقف أمام الإرادة. نعم، وفعلا أنت لما ترجع إلى تأريخ علمائنا في واقع الأمر، كان أكو من عندهم تقرأ في تراجمهم، أكو بعضهم ما عنده حتى ثمن السراج. نبه لي، ثمن سراج ما عنده، ثمن يعني مبلغ من المال يشتري به زيت للسراج أو نفط مثلا، ما عنده، يطلع يطالع يقرأ بكتابة على الضياء مال الشارع. نعم، اللي كانت توضع الضياء اللي يوضع بالشارع يروح يقرأ عليه، ومع ذلك أعطونا عطاء رائع، أعطونا عطاء غاية بالروعة. يعني لما ترجع الآن إلى مؤلفاتهم تلقى مؤلفات ضخمة ودشمة وبها عطاء. نعم، وهم عايشين على هالشظف، يعني واحدهم يو يحصل الرغيف يوم ما يحصله، يو يحصل ثمن الضياء يوم ما يحصله، ومع ذلك أعطوا هالإنتاج. والآن تلقاه والحمد لله في عصر الكهرباء، كل الأدوات ميسرة بين يديه، طباعة الكتاب طباعة أنيقة، والضياء متوفر، وماكو ما تلقى لك أي عطاء. يعني يا دوبك تلقى واحد يألف لك كتاب، وغالبا تلقاه كتاب هجيل، هم كتاب ما بي فرد، يعني فرد فائدة أو فرد جدوى، شيء غريب. يعني هذول إيش كان عطائهم؟ عطاء لا حدود له. وحياتك بعض فقهائنا، يعني لما تريد تقسم الكتب اللي أنتجها اللي ألفها توزعها على أيام حياته، يعني تلحق يوميا 6-7 كراريش تأليفا وكتابة وإعدادا، شيء يعني غريب. هذول الله عز وجل مبارك في أوقاتهم، يعني في واقع الأمر. والآن تلقى مع هالأسباب المتوفرة، وعندنا هاللون من الخمول، هاللون من الكسل، هاللون من الابتعاد عن العلم، ذولا كان الليل يشهد لهم جولات في سبيل طلب العلم، يجن عليه الليل ويغتنم هالفرصة ويسهر حتى
يحصل على المسألة ويصل إلى الثمرة المرجوة من وراء طلب العلم. واحد لا، قد يسهر يأرق، مو من أجل هذا، يأرق من أجل مشكلة عنده من المشاكل. أنا أتخطر هذا عمرو بن معدي كرب، عنده أخت أسرت، تعرف ذولا كانوا حياتهم قائمة على الغارات، يصير الليل يغير بعضهم على بعض ويأخذون أسرى. أسرت أخته واسمها ريحانة. هذا كان إذا جنع لي الليل يتراءى لأن يسمع صوت استنجادها، أنها تستنجد بي. نعم، ما ينام، يأخذ سيفه ويقطع الغرفة ذهابا وإيابا ويردد: أمن ريحانة الداعي الشميع، أمن ريحانة الداعي الشميع، يناديني وأصحابي هجوع. فما يعرق، يعني مو هادئ أبدا، ما مستقر، إلى أن استعاد أخته. أسرها الصمة أبو دريد إلى أن أرجعت له. المهم أن هذا كان يؤرقه صوت شبية تعز عليه. مع الأسف الآن تجي لنا إحنا كمسلمين مشبيين في كل مكان أبدا، والله وكيلك ما عندنا نشبة من الغيرة تحركنا، ورحم الله بعض أدبائنا يقول: قد استرد السبايا كل منهزم، لم يبق في رقه إلا سبايانا، ألا نموت على حد الضبا كرما حتى لقد خجلت منا منايانا. المهم أن قد يؤرقه حدث من هذا النوع فلا يهجع ولا يستقر. واحد لا والله، إذا جن عليه الليل يؤرقه خوف الله عز وجل، وهذا المراد المشار إلى بالآية هنا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يقصد هؤلاء الذين أشهرهم خوف الله عز وجل. هذا كأنه بالليل شوية الذهن أصفى والانقطاع يكون أكثر، يتجهون إلى الله. شنو الرواية؟ الرواية تقول أن الله عز وجل أوحى إلى موسى: يا ابن عمران، هب لي من عينك الدموع ومن قلبك الخشوع، ثم ادعني في ظلم الليالي تجدني قريبا، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ذول كانوا إذا جن عليهم الليل تشوف أكفهم مرتفعة بالضراعة إلى الله عز وجل، مرتفعة بسؤال الله تبارك وتعالى. ذول يؤرقهم خوف الله، يؤرقهم نعم خوف الله. وهذا لون من الأرق اللي يعتبر من الأوقات اللي تقضى بالعبادة. وترى أكو نوع من الأرق من هالنوع، يعني إحنا لا نقصر ميدان العبادة على بس الصلاة أفرض أو الصوم، لا، أكو بعض الناس يجن علي الليل ويقول لك: أنا عندي مثلا 6-7 أطفال وعندي عائلة والظروف صعبة وأريد أكل حلال، ما أريد أكل حرام. يفكر كيف يوفر لذول الرغيف، كيف يشتر عياله. هذا اللون من الأرق عبادة، هذا اللون من التفكير عبادة، من عدم النوم هذا التقلب، هذا يكون موضع رحمة الله، لأن جاي يفكر بأن يأكل منين، عن الطريق الصحيح، عن الطريق السليم، الطريق النظيف، الطريق الذي لا يسخط الله ولا يخدش الكرامة. هذا في واقع الأمر أيضا يبيت وهو مرصود بعناية الله عز وجل، لأن هاللون من الشهر هو شهر في طاعة الله.
أرجع إلى الآية، الآية تقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. زين، هاي بناء على شنو؟ بناء على أن قليل صفة للهجوع، يعني أن هجوعهم نومهم بالليل قليل، وأغلب الليل يسهروا في الطاعة. أكو رأي آخر يقابله، أن معنى قوله تعالى كانوا قليلا بالليل ما يهجعون أن قليل صفة لمن لم يهجع مو للهجوع. شلون يعني؟ يعني أن ذولا اللي ما يهجعون بالليل قليلين، نبه، يعني كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ما تصير نافية، ها؟ ذولا قليل اللي ما يهجع، وإلا الأعم الأغلب يأخذ النوم، نبه لي شوية، يأخذ نوم، أكو نمط من هالنوع هذا، يعني ما أكو حصة في ليلة لله عز وجل، فد حصة بليلة لله ما أكو، ما يخطر بذهنه يوم من الأيام فد ركعتين أربع ركع يتجي بها إلى الله تبارك وتعالى يبث همومه وآلامه ومشاكله، ويكون مشدود شوية للسماء، يكون مشدود يعني يتعب هالجسد في سبيل راحته في المستقبل. نعم، لا، الأعم الأغلب يعطي الجسد، يسلم الجسد للنوم، ما يسلم إلى شيء من التوجه إلى الله. يمو هاي أكو فد أعرابي سألوه قالوا له أنت تقوم الليل، طبعا يقصدون بقيام الليل يعني صلاة الليل، قالوا نعم أقوم الليل، قالوا له ما تصنع؟ قال أبول وأرجع أنام. هذا أكو نوع من هالنوع، نعم يقوم الليل. الواقع إحنا هسه زين من عندنا خلنا نأدي فرائضنا، ما يخالف ما يخالف. مع الأسف تلقى مجتمعنا الإسلامي يعني مجتمع نسبة الصلاة بي نسبة الأيام تبعث على الألم، ما جيط الإنسان، ما يكلف الإنسان نفسه أن يعطي لله عز وجل من وقت دقائق لأداء ما افترض الله عز وجل عليه، مع أن الصلاة هوية المسلم وعماد الإيمان ونور الوجه والضجيع بالقابر. نعم، الضجيع اللي يكون إلى جانبه إذا وضع الصلاة. الصلاة في واقع الأمر صلة بين العبد وربه، الصلاة جدول، جدول الثر اللي مملوء من العطاء، لأنه جدول يصلك بالله عز وجل، تستلهم منه وتأخذ منه العطاء ما تريد. أنت في رحابه الآن، أنت إذا في رحاب كريم في الدنيا يغدق عليك عطاءه، ما رأيك بالله عز وجل رب العطاء؟ في الواقع أن ذول اللي يهجعون بالليل لا يهجعون بالليل قليل ذول، وفعلا قليل، كأن مفاد الآية يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، نبه، فكأنه مفاد الآية هذا المفاد، أن الذين يسهرون بالليل خوفا من الله أو لطاعة الله وتقربا إلى الله ذول قليلين، وفعلا هذا المعنى كان معروف في بيوت آل محمد، اللي إذا جن عليها الليل يسمع لهم دوي كدوي النحل، يعني محاريبهم عامرة بذكر الله تبارك وتعالى. مو أبو الدرداء يقول رأيت علي بن أبي طالب يوما من الأيام أبعد، طلع إلى بعيلات النخل، بعيلات النخل يعني النخل اللي يشرب الماء بعروقه، النخل اللي ما يم منبع مع الماء يمتص الماء بعرقه يسموه بعل. زين، بعيلات يعني أطراف المدينة أبعد،
لما خرج أبعد إلى هنا يقول اتبعته أشوف شكو عنده وين، رأيته استقبل القبلة ورفع يديه إلى السماء قال يا من قصده الضالون فأصابوه مرشدا وأما إليه الخائفون فرأوه موئلا ولجأ إليه العائدون فرأوه معقلا. متى يستريح من نصب لغيرك نفسه؟ أولج قلبي في ميدان المطيعين لك وضمنه فرح الإقبال عليك. ثم صف قدميه لم يزل قائما وقاعدا وراكعا وساجدا حتى أوشك عمود الفجر أن ينبلج، قام رفع طرفه إلى السماء قال إلهي قد انقشع الظلام ولم أقض من خدمتك وطرا ولا من مناجاتك صدرا. يقول شمعت تهمهم شفتاه ثم صلى صلاة الصبح وسجد. يقول أسمع في سجوده يناجي ربه ثم سقط كالخشبة اليابسة. يقول اجيت الى الدار طرقت باب الدار شافوني باضطراب قالوا لي ما وراءك؟ قلت لقد مات علي بن ابي طالب. قالوا لي ما الخبر؟ وكان شفته هالشكل سوى وطاح على الارض. قالوا على رسلك على هذه الغشية التي تعتريه كل ليلة من خيفة الله صلوات الله عليك يا أمير. أخو الذكر والمحراب إن جن ليله وصنو القنا والسيف إن طلع الفجر وفارس مضمار البيان بنهجه تلاقى البيان الجزل والفكر الغر تزود منه كل عصر كما اشتهى وما زال للدنيا بمجوده ذخر. ستلقاه حيا بالروائع كلها وفي كل صدر من روائعه سطر. فإن قيل هذا قبره قلت أربع أهذا الكيان الضخم يجمعه قبره. في الواقع أن ليالي هؤلاء هي الليالي العامرة بذكر الله عز وجل، ولذلك هذا المعنى صدع به الشاعر الفحل هذا الرائع أبو فراس، هذا مفخرة التاريخ اللي يقولون عنه بدأ الشعر بملك وختم بملك، بدأ بامرئ القيش وختم بأبي فراس. أبو فراس الواقع من أمراء البيان ومن الشعراء المبدئيين أصحاب المواقف. نعم عند مبدأ يعني رجل تعتبر من حملة المواقف من ذوي المبادئ الرائعة، لأن هذا الرجل ما كان شعر يوم من الأيام وسيلة من وسائل الضعة، ما جعل شعر أداة للارتزاق أبدا، شعر كان موجه شعر مبدئي للوفاء وللمبدأ. والمؤسف أن هذا الرجل يعني ما حصل ما يستحق من تحليل لشخصيته أو دراسة، والغريب أن الشعراء تقاعشوا عنه وهو من أمراء البيان من أمراء الشعر. الواقع هذا الرجل كان مفخرة من مفاخر التاريخ، كان رجل غاية بالروعة في التزامه وحفاظه على المبدأ، وهذا حرك شيء شنو؟ حرك أن دخل إلى بعض الخلفاء العباسيين سمعه ينال من الزهراء سلام الله عليها يقول يفخر علينا بنو فاطمة بفاطمة، ومن هي فاطمة؟ امرأة، وجعل ينال من الزهراء.
هم الذولة ويا خشيشين ويا ما عندهم كرامة، يعني ما وفاء ما عندهم. فطلع الرجل طلع منفعل، طلع أخذ مجموعة من عشيرته من حمدان، لأن حمدان ذولة أولاد حمدون ابن تغلب ابن وائل، فكان عنده أسرة كبيرة في بغداد. طلع ذولة حوالي 400 أو أكثر منهم كانوا موجودين، عقدوا عليه السيوف ودخل تحت السيوف ووقف في معسكر العباسيين ورفع عقيرته فأنشد قصيدته: الحق محترم والدين مهتظم وفي آل رسول الله منقسم. ثم توجه يخاطب العباسيين: يا باعة الخمر، يا باعة الخمر، كفوا عن مفاخركم لمعشر بيعهم يوم الهياج دم. تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم. هذا موضع الشاهد. تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم. إذا تلوا آية غنى خطيبكم قف بالديار التي لم يعفها قدم. أأنتم آله فيما ترون وفي أظفاركم من بنيه الطاهرين دم. هيهات لا قربت قربا ولا رحم يوما إذا أقصت الأخلاق والشيم. كانت مودة سلمان لهم رحما ولم يكن بين نوح وابنه رحم. ليس الرشيد كموسى بالقياس ولا مأمونكم كالرضا إن أنصف الحكم. الميمية الرائعة هاي المملوءة بالعطاء، قرأها وفرغ وطلع والسيوف معقودة عليه، ما قدر واحد يدنى له بشيء. طلع خرج بهالموقف المبدأ الرائع، وإلى الرجل مواقف أكثر من موقف، إلى أكثر من موقف من المواقف الرائعة. المهم موضع الشاهد يقارن بين البيتين، يقولون ذول بيوتهم إذا جن الليل كلها صلاة وعبادة وورع وتقوى، وبيوتكم إذا جن عليها الليل ما فيها إلا الأوتار والنغم. أعود للآية. الآية إذن تقول كانوا قليلا من يعني الذين لا يهجعون بالليل، هذول قليلين، فئة قليلة، وفعلا فئة قليلة، ما في شك أن ذول الرهبان، رهبان الليل الذين إذا جن عليهم الليل مكانهم المحراب ونفوسهم متعلقة بذكر الله عز وجل. هذا المعنى الثاني للآية. ثم انتقلت الآية قالت وبالأسحار هم يستغفرون. زين، ليش بالأسحار هم يستغفرون؟ مع العلم أن باب الله عز وجل في كل وقت منفتح، باب الله تبارك وتعالى مفتوح للسائلين، أبوابه مفتحات للسائلين، ما أكو وقت من الأوقات الباري عز وجل ما يشد بابه في لحظة من اللحظات ولا في ساعة من الساعات، دائما أبوابه مفتحة. بس ليش بس بالسحر؟ الحقيقة هناك أسباب. السبب الأول أن السحر موطن من مواطن استجابة الدعاء، يعني هذا الوقت منصوص عليه بأن موطن من المواطن التي اختارها الله لأن يدعى بها. شلون يعني الله عز وجل اختار مواقع؟ مثلا أكو أمكنة مقدسة اختارها، وأكو أوقات مقدسة، فضل رمضان على باقي الشهور، ورمضان حصة من الوقت، كذلك السحر حصة من الوقت. الله عز وجل طلب الانقطاع إليه في هذا الوقت لأن هذا موطن من مواطن استجابة الدعاء. شنو يقول الشاعر؟ لا تظلما
إذا ما كنت مقتدرا الظلم مصدره يفضي إلى الندم تنام عينك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. هي هاي دعاء السحر. شنو المعتصم لما أسس مدينة بغداد، العفو، لما أسس الجيش التركي، يعني جاب الأتراك وجعلهم في بغداد، أراد أن يسوي موازنة بينهم بين العرب لأن كان يخشى من سطوة العرب به، جاب الأتراك يستعين بهم على العرب وألف لمنهم جيش ضخم. كانوا دول يطلعون بالشوارع قد يشحبون المارة يعتدون، فوقفوا لبعض رجالاتهم قالوا له انتقل بجيشك عنا وإلا حاربناك. قالوا بماذا تحاربوني؟ قالوا له نحاربك بدعاء السحر. قال هذا جيش لا أقوى على قتاله، أنا أنتقل. نعم ونعمة عين، وفعلا انتقل، طلع أسس مدينة سامراء وانتقل إليها. أول أمر سواها معسكر ثم تطورت. فيقولوا له إحنا نقاتلك، نقابلك بدعاء السحر. هذا الدعاء، هذا جيش، يقول لهم هذا جيش لا أقوى على قتاله. فهذا الوقت معد لاستجابة الدعاء، يعني من الأوقات الحبيبة إلى الله عز وجل أن يدعى، أن يدعى في هذا الوقت. زين، هذا سبب. السبب الثاني أن هؤلاء يستغفرون بالأسحار، كأنه حالة الانقطاع والبعد عن الرياء تتوفر في هذا الوقت. ليش؟ لأنه الإنسان أحيانا قد يشوف نفسه مقبل على الله، يعتري شيء من الزهو، أو يلحظ أن اللي ينظر إليه يكون يتقيد شوية بمن ينظر إليه، لكن إذا بينه وبين ربه لا يقابله على شجيته، يعني ماكو تعمل، ماكو تكلف، ماكو رياء، وإنما مقابلة على الشجية رأسا، يتجه إلى الله لأن الله مطلع عليه. حتى تصنع هم ماكو، وإن كان إحنا عندنا يعني يستحب أن الإنسان لما يدعو يكون على وقار، على طهارة، على نظافة، على انقطاع إلى الله، لكن وراء هذا كل شنو؟ أن تكون السؤال سؤال فطري طبيعي، يعني متجه كله بحاجته، متجه بحاجته، لأن العبد كله حاجة والله عز وجل كله عطاء، فيضع حاجته بين يدي الله بدون تكلف. أنت شايف أكو هذا أعرابي يجي وشوية الدنيا ممحلة وأغنامه تريد تموت وجايك منفعل بيد خيزرانته ويوم للسماء، رب العباد ما لنا وما لك، أنزل علينا الغيث لا أبالك، شو كأنما يخاطب له فرد واحد. صور فد لون يعني من الدعاء بلا تكلف، ما بي انقطاع، بي لوعة، ما بي تصنع. والله عز وجل رب القلوب، هذا القلب الواله المنقطع إلى هيهات أن يحرم الباري عز وجل من العطاء. فالإنسان شوية بعيد عن الرياء بالسحر، دعاء السحر في الواقع الإنسان فيها الوقت هو بعيد عن الرياء. هاي اثنين. ثلاثة، يقولون وقت حصاد المغفرة هو هذا. شلون يعني وقت حصاد؟ لأن يستغفر هاي مثل يستحصد، نبه، يقولون استحصد الزرع يعني يبس صار معد للحصاد، هذا استغفر يعني صار معد إلما لتلقي الغفران من الله عز وجل، كأنه وقت يغذق الله عز وجل فيه العطاء، وقت يغذق الله فيه العطاء على عبده. هسه قد يسأل سائل
يقول أليس الله عز وجل يقول في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذا كان الإنسان أقرب الله عز وجل أقرب إليه من حبل وريده ويعرف حاجته ويعرف نقصه، شنو الداعي يعني للسؤال؟ الموجب للسؤال مو يقول له في أحد الأدعية علمك بحالي يغني عن سؤالي، مو الشكل؟ ولذلك يقولون أنا نبي الله إبراهيم عليه السلام لما ألقاه النمرود إلى النار اعترض جبرائيل بين السماء والأرض، قال لك حاجة؟ قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، ويدري أنا على شنو أنا أسأله ليش؟ ويعرف حاجتي بعد، ما في حاجة إلى السؤال. زين في مثل هالحالة ما يكفي أن الإنسان مكشوف كل أمام الله كل حاجة وانقطاع إلى الله وضراعة، قل ليش إلا دعاء؟ واقع كأنه من كمال العبودية، من كمال العبودية أن الإنسان يشعر بنقصه ويطلب من ربه إكمال النقص. نبه لي، الله تبارك وتعالى يريد أن العبد يسعى للتكامل، يرتفع إلى مستوى العبودية، خل يشعر بأن حاجة وبأن المعطي هو الله. وطبعا كلما ألح بالدعاء أكثر، كلما ألح كان موضع رحمة الله أكثر، لأنه إذا الناس عندنا إحنا بالدنيا عادة إذا واحد يلح بالسؤال يضوجون منه، لكن الله تبارك وتعالى لا يبرمه إلحاح الملحين، مهما تلح عليه نعم هو يزداد عليك عطاء، كلما ألححت عليه هو يعطيك أكثر وأكثر، لا يرد سائله ولا يخيب آمله. وبطبيعة الحال الدعاء هو من المعصوم بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية من الأب، الأب أو الأم دعاؤهم إلى ولدهم دعاء بطبيعة الحال الله عز وجل يجعله موضع عطف وموضع رحمة، لأن الأب عنده انقطاع عندما يدعو. ولذلك بهذا الوقت وقت السحر الله عز وجل يأمرنا أن نستغفر لآبائنا، اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، ارحموني ارحمهما. زين، لان هما مصدر من مصادر الرحمه بالنسبه الى الولد، ما في شك ان قلب الاب وقلب الام بالنسبه الى الولد لا يحد مدى عطفه وشفقته عليه. في واقع الامر ان الابوان أو أن الأبوين إذا دعوا إلى الولد ما في شك أن دعائهم بالنسبة إلى الولد دعاء يكون موضع عطف الله وموضع رحمته، لأن الأب ينقطع بالدعاء والأم بالذات تنقطع بالدعاء. لهذا الحسين دعا لولده ودعا على قاتل ولده، لأنه لما طلع علي الأكبر ما تدريش أخذ من نفس الحسين، يا أخي هذا الرجل المملوء نبل اللي كان يبكي للجيش، الجيش اللي طالع يقاتله يبكي لهم، مع ذلك نشوفه لما نزل علي الأكبر إلى الساحة يضطر الحسين يرفع رأسه بشيء من اللوعة، يقول اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجهه
اللهم امنعهم قطر السماء وبركات الأرض، ومزقهم تمزيقا، وفرقهم تفريقا، واجعلهم طرائق قددا. غريب يعني كان الحسين يظهر في ذروة الألم، في ذروة التأثر منهم. وبرز علي الأكبر وعين الحسين تلاحقه، ورجع وعين الحسين تلاحقه، وسقط وعين الحسين تلاحقه. الذي عاد بادر إليه، أقبل إليه، أخذ رأسه وضعه بحجره، فجثا وأقنع للسماء بشيبة مغمورة بمدامع ودمائي. يا رب قد قتلوا شبيه محمد، أنزل بساحتهم عظيم بلائي. يا علي يا ابني النوب ذليت للموت، يا ولي عمود الوسط يا شايل البيت، أنا بيش جيت وبيش رديت. يا ابني لعد ظهر حنيت. الحسين يقولهم للهاشميين احملوا اخاكم، والله لا طاقة لي على حمله، ما استطيع انا حمله، ما لي طاقة احمله. حمله بنو هاشم، اقبلوا به الى الخباء، طرحوه بين القتلى. جلس الحسين يمسح الدم والتراب عن وجهه. ردتك علي لا طال عمري تالي، فجعني بك داري لنوحا عليك بدمي يجري تلك الوجوه المشرقة كأنها الأقمار تسبح بغدير دمائي. خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج.